احنا باقين معك مروه وما ساليناش وما سخيناش بالنصائح الجماليه ديالك، داكشي علاش غادي نسولك هاد المره على البشره الدهنيه والبشره الجافه، كيفاش نعتني بها في هاد لا بيريود هادي في رمضان في الحجر الصحي، بما اننا تاني ما نقدروش نخرجوا باش نديروا دي سوا ولا نديروا شي حوايج على برا، دونك كيفاش في الدار بالمكونات اللي عندنا في الكوزينه نقدروا نصايبوا دي ماسك اللي نعتنيو بهم بالبشره ديالنا؟ كنعرفوا بان البشره الدهنيه كيكونها واحد ليكسي ديال الدهون، دونك حنا غنبغيو نديروا لها واحد الماسك اللي نحاولوا نيكيلي اون فا ايكيليبري لو سيبوم ديال البشره ديالنا، وفي نفس الوقت نقوموا بالترطيب وتفتيح البشره يعني في خلال ماسك واحد. الماسك الاولاني غنستعملوا فيه ملعقه من مسحوق القرفه زائد 3 ديال المعالق عسل، الا كان طبيعي كنقولوا حنا حر راه احسن. كنخلطهم مزيان، كنوضع مدة 20 دقيقة على البشرة ديالنا، كنخليو حتى كنبداو بالفرك ديالو. هذوك الحبيبات اللي كيكونوا دقيقة ديال القرفة منها كتعمل كمقشر، والعسل كيكون كمرطب وفي نفس الوقت مبيض للبشرة. فوالا هاد الوصفة هادي نقدروا نستعملوها جوج المرات في الأسبوع البشرة ديالنا، خصوصا كيف ما كتعرفوا بأن العسل كيعمل على ترطيب البشرة، التغذية ديالها، إزالة البقع السوداء، وكذلك معالجة الرؤوس السوداء اللي كتكون عندنا في البشرة ديالنا. يعني هذا كيكون ماسك متكامل مغذي، وخصوصا للناس اللي ما عندهمش الوقت ولا ما كتكون في الخاطر أنني نستعمل المقشر بوحده والمرطب بوحده.